ماجد المهندس يكشف لقيتي بالعربي عن ديو مع أصالة. ممكن اثنين نطرحهم ما تعرفين يعني. كثر المطار مشتاق لك. مؤخرا من باري غنت لك الرائعة أصالة. مشتاق لك كبر السماء مشتاق لك. والكل عم يتحدث انه المفاجأة قريبة وفي ديو كتير قريب. سمعنا كمان انه تسجل سكوف لقيتي بالعربي. أصولة حبيبة قلبي صوت الملائكة الرائع. إن شاء الله يا رب قاعد نجهز لب. إن شاء الله يكون قريب بإذن الله. إذا تكون في ديوتو عن جد الأستاذ فايق هون أكيد رح تشتغلوا عليه ثلاثتكم، رح يكون تريو تكسر الدنيا. كيف متصور الأغنية رومانسية باللهجة؟ شو تصورك؟ بصراحة قاعد نشتغل إحنا عندنا كذا واحد، يعني واحد باللهجة الخليجية وثاني باللهجة المصرية، ونختار بصراحة بعد ما نسجلهم نختار الأجمل ونطرحهم. ممكن اثنين ونطرحهم ما تعرفين يعني. وهالخبر كشف لنا عنه ماجد المهندس خلال حفلته بمهرجان هلا خرفكان، واللي مثل العادة كانت sold out. مهرجان هلا خرفكان مميز بكل ما بيه بصراحة، بأجواء بجمهور الحبيب الرائع. الله يقدرنا إن شاء الله اليوم ونسعدهم بإذن الله. والجمهور كان سعيد يا ماجد، وكان منطرب على كل أغانيك اللي قدمتها بهالليلة. كمان بدنا نقولك مبروك على الميني ألبوم اللي مكسر الأرقام، 18 مليون رقم يليق بالفرنس. 18 مليون عن جد رقم مبروك يتقال عليه. شكرا جزيلا، الله يخليك من ذوقك. يعني دائما انا اقولها دعواتي ان الله يقدرني واكون عند حسن ظن جمهور الحبيب اللي واقف وراي بكل مكان ويقدر شغلي وتعبي حتى اسعدهم. وأجمل لحظات هالليلة كانت لما نزل ماجد من على المسرح ليغني خصيصا لوحدة من الجمهور بطريقة مؤثرة خطفت قلوب الكل. وسبق ماجد بهالليلة داليا مبارك اللي هالحفلة بتكون الثانية إلها بالإمارات بالعام الجديد، وطبعا الوقوف على مدرج خرفكان له رهبة كبيرة. بعرف إنه هالمكان كتير بيعني لك، وقالوا لي إنك تأثرتي حتى وقت البروفة. خبريني، حفلة بخرفكان على مسرح خرفكان. حقيقي بالنسبة لي هالمسرح أنا كثير تمنيت أوقف عليه، سمعت عنه كثير وكنت متأثرة مبارح، لأنه زي لما يكون عندك هدف وبعدين تشوفينا قاعد يصير قدامك. This is amazing. It was beautiful moment. كذا ممكن نلاقي بعضنا في بعضنا. وبالرغم من انشغال داليا بحفلاتها إلا أنها عم تقدر توفق بين الحفلات والأغاني اللي عم بتحضرها. عندي أغنية مصرية لسه ما أعلنت عنها أي شيء غير أنه إن شاء الله تنزل آخر شهر، نقول بإذن الله شغالين عليها.